ازيكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ هنا في لعبه حته اسمها لعبه سعود اخت ساكنه فيها، بيبيعوا فراخ بيضه هنا صحية حلوة قوي، عند ست اسمها ام كريم، فانا بجيب من عندها فراخ صحية وبتنضفها لي واخدها البيت اغسلها، بتبقى ارخص من بتوع الفراخ واحلى وجميله جدا، فبجد هاخدها بقى في البيت واروح البيت اقول لكم اسعارها والفرخه بكام واغسلها مع بعض واقول لكم طريقه تنظيف الفراخ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ اهي جبتها، بسم الله، دي الواحده ب25، تمام، بسم الله، والصغيره دي ب20 بتاعت الحشو اهي، وبتاخد حق دبح الواحده وتنضيفها جنيه، بتاخد حق الدبح والتنظيف جنيه. بسم الله، حطي بقى الطبق ده عشان ننضف فيه. نقول بسم الله. اي ريش كده الاول نشيله. دي البداية. افتح بس الموتور. اهي. دي بتتشال كده، بسم الله، خدها مد ايدك كده جوه الفرخة قبل ما تتغسل خالص، لما كل اللي فيها عشان ما يسدلكيش الحوض وما يزفرلكيش الحوض كمان، حطي كيس جنبك لمي فيه. شيلي برضو الرقه بتاعتها اللي هي اهي، كل اللي فيها ده، دي قبل ما تعملي فيها اي حاجه، دي عشان كان بيعلم الفرخه بتاعتي من الفراخ الناس التانيه راح نتشهري في جناح الله يسامحه. لما ارجيش كده اهو زي الشطوره كده، بصراحه بروح عند الست دي كل شهرين 3 مرات، بجيب من عندها الصغير، هي بشري الفراخ صغيره فبتخدمني في الحته دي بصراحه. شايفين كده اشفها بقى كده، اهو دي كده البداية، اعمل كله بنفس الطريقة عشان ما اطولش عليكم، برضو بنفس الطريقة، واقطع برضو الحتة اللي ورا واشيل اللي جوه كله والريش، بحيث ان انا ابتدي انقعهم، برضو اوريكم بنقعهم بغسلهم ازاي، عشان في واحدة كتبت لي تعليق تقول لي يا صدفة الناس كلها دلوقتي بتقول الفراخ ما بتغسلش، لكن انت لما بتغسليها بتنشري بكتيريا في الحوض ومش الحوض ومش عارفة ايه كده، اللي هو ازاي بقى انا ما اعرفش، والله لو قال الفراخ فيها ايه لازم اغسلها طبعا. اهو كلهم بقى كده، اعملهم كلهم اهي، دي بقى الحجم الحلو لفراخ كنتاكي، هو ده ده الحجم الحلو اللي يعمل معاك فراخ كنتاكي تبقى مستويه وزي الفل. طبعا انا الصفيه بتاعت الحوض دي انا مخليها للخضار والفاكهه والاكل عموما، هنضف بقى ده كله وارجع لكم في الاخر واحنا بنغسل. حبايبي خلاص غسلت الفراخ كلها كده بالقوانص بقى، بيجوا الاتنين لازقين في بعض كده، تمام، دي كده كده القماصة بقى اهي، شيل الدهون اللي عليها كده، طبعا بره في المحلات بيفتحوا لك القناصة لكن مفيش مشكلة اهي، روحي مقشرة القشرة اللي فيها دي اهي، بس زي الفل اهي. نيجي عند القلب الصغنن ده، هو فوق القلب الطيب كتير اهو، روح مقلعاه كده الجراب اللي هو لابسه، روح شقه كده بس،
هنكمل بقى كله بنفس الطريقه، وبعد كده نرجع بقى ايه نغسل الفراخ. انا كده نضفت الفراخ، عايز بقى تتغسل على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بقى طبق كبير شويه ميه وشويه خل اهو، حبه كده حلوين تمام، وعصر فيهم كده كام ليمونه اهو كده اهو، وافضي كده كوبايتين دقيق عليهم، دقيق اهو حلو قوي كده اهو، حطي شويه دقيق عليهم. بسم الله اهو تمام. نحط حبه ملح كمان. كل الحاجات دي بقى ليه؟ كل الحاجات دي لو في اي حاجه لازقه اي حاجه عامله بتنضفها. الخل ما بيشيلش زفاره، الخل بيفتح الفراخ بيخليها بيضة لكن ما بيشيلش زفار. بسم الله اهو، عصر الليمون قوي اهو، ولو كده دي كويس قوي بالملح كده كويس قوي اهو تمام زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي ما شاء الله. بصوا بقى الزباله كلها في كيس اهو، ابرم الكيس كده واحطه في قلب الزباله عشان ما يبهدليش الدنيا. اسقط بقى الفراخ وبسيبها منقوعه ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط واسيبها منقوعه هنا. بعد ربع ساعه ان شاء الله هرجع تكون مفيهاش ريحه خالص، مفيهاش اي حاجه متعلقه، مفيهاش اي حاجه، ندعكها من جوه ومن بره وبعد كده نشطفها يبقى كده تمام قوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فات كده ربع ساعة، نفتح بقى المية كده تمسكي بقى واحدة واحدة من بره كده، طبعا منضفين رقبتها وشيلنا الزور منها وكل حاجة زي الفل. روحي من جوه كده تبتدي تبعتي كده بإيدك الفرخه نضيفه وزي الفل ازاي مفيش اي حاجه. حط هنا طبعا لسه بعد ما اغسلها كده كويس قوي هنقعهم كمان يتشطفوا، وبعد كده ايه كده نصفيهم بقى كويس ونكيسهم او هنقطعهم حسب ما انتوا بتعملوا في الفراخ بتاعتكم. بحب الفراخ الصغيرة عشان كده دايما بفضل اجيب الفراخ دي. لو دي شايلة ريشة ولا حاجة كده اهو بايديك تشيليها. اشطف بقى كل الفراخ دي بنفس الطريقة واحطها تتسقى في الوصفة، وبعد كده هرجع انقعها تتشطف في مية. والكبدة الأول هعملها بنفس الطريقة بس ما بنقعهاش كتير عشان الكبدة ما تبيضش. كده عملت الكبد الاولس اهو نقعتهم اخر نقع عليهم بس كده اهو. الفراخ اخر شطفه بقى، اخر شطفه دي بقى هعمل ايه حاجه بسيطه خالص خالص خالص، هقطع الظفر ده بسم الله، فتخه فتخه وبقطع الرقبه بشيل دول وبقطع الرقبه لان كده كده احنا ما بناكلهاش. روح شطفاها بقى وحطها متصفى كده، اهم حاجه بتاعته من جوه كويس قوي. بصوا الفرخه من جوه زي الفل اهي. هسيبهم بقى مجموعين كده ايه 10 دقايق بس في الميه، وبعد كده هروح مصفيهم، اصفي كل العنز بتاعتهم والضوافر والمرق ده نسلقه، بفضل عليه كيس رز هتحطه للكلاب اللي تحت.
ومستلزقه اهو. انا لما الطبق يتملى على طول بكون قطعتهم بسرعه وخلصتهم. حلوه الفرخه يا جماعه، مش غاليه يعني 25 جنيه الفرخه، فصوص الدجاج ب 20، وتدفع جنيه حق الذبح والتنظيف. بتاخد الفراخ بتنقيها بايدك انت، بتنقيها بايدك انت سليمه ونظيفه كده ايه وزي الفل اهو كده اهو. خلص بقى ايه كله واصفيهم واوريهم لكم بعد ما اخلص كله. اسيبهم غسله بقى حلوه في الفرن وكده تمام قوي. الفراخ اللي هحشيها طبعا مش هشيل الرقبه بتاعتها تمام حبايبي. كده خلصت اهو، عملت كله وظبطتهم وحطيتهم يتصفوا. هعبي بقى كل واحده في كيس، وكبد الاونس في كيس لوحدهم، والرقب والاجنحه اللي قلت لك عليهم دول هم اللي هم دول. بسم الله الرحمن الرحيم، هم دولك بجمع عليهم وبسويهم للكلاب اللي تحت اهو تمام. احط بقى كل واحده في كيس وشيلها في الفريزر، وقت ما عاوز استعمل استعمل زي ما انا عايزه. طبعا ببقى معلمه الحشو في حته في درج، واللي هما اتنين في درج تاني اهو. بصوا الفرخه زي الفل اهي، طبعا قش الدجاج بتبقى ما بتتشالش اهي، يقلقوش منها زي الفل اهي. طبعا يا جماعه تجربوا بالطريقه دي. والست اللي بتبيع الفراخ دي اسمها ام كريم، قاعده في طريق لعبه، عشان ما حدش يقول لي دي فراخ ميتة، دي فراخ صاحيه وبتنقيها بايدك صاحيه وبتذبحيها عندها، وممكن تاخدي تذبحيها في بيتكم براحتك اهو. فرخه ب 25 جنيه وب 20 جنيه وزي الفل. السلام عليكم. بصوا حبايبي، السؤال طبعا اللي هيتسألي في الفيديو ده، ازاي يا صدفه بتبيع الفرخه ب 25 جنيه وهي كيلو الفراخ ب 32 جنيه؟ صلوا على النبي. ازاي محل كازيون بيبيع الحاجه ارخص من بره؟ طيب الست دي عامله زي محل كازيون بالظبط. انا سالتها قبل كده على كده، بقول لها انت ازاي بتبيع فراخ رخيصه وهي بتبقى اغلى من كده بره؟ قالت لي انا عندي اكسب في الفرخه 5 جنيه وابيع 10000 فرخه في اليوم، بدل ما اكسب في الفرخه 20 جنيه وابيع لي 50 فرخه في اليوم. فهمت القصه؟ هي بسم الله ما شاء الله كل عزب رب الفلك، واخده حته ارض كبيره، عامله صوان كبير مليان اقفاص اقفاص اقفاص، كل عزب رب الفلك يا رب ربنا يرزقها ويزيدها، مليان اقفاص اقفاص اقفاص، وبتبيع بقى ما شاء الله بال10 فرخات وبال20 فرخه كده، وحتى بتخلص بدري جدا، كذا مره اروح ما الحقهاش. فهمتوا بقى؟ هي بتبيع الفراخ زي اللي بيحرق اسعار كده، بيقول لي كان اكسب ابيع لي 10000 حته واكسب واكسب كتير ما شاء الله، بدل ما ابيع لي 20 حته. لا فاهمين المبدا، بتكسب بس قليل عشان تبيع كتير. والفراخ زي الفل ما شاء الله، انا عبيت تلاجتي كلها، انا كل شهرين ثلاث فراخ ما شاء الله، يعني الخمس فرخات ب 100 جنيه يا بلاش، والكبيره شويه اربع فرخات ب 100 جنيه، وعندها فراخ ب 30 جنيه الواحده، وعندها ب 35، وعندها ب 40 جنيه، وعندها ب 50 جنيه، وعندها فراخ امهات ما شاء الله، عندها حاجات كتير. بس انا رحت ما لقيتش غير الصغننه دي، ولقيت ب 35 ولقيت ب 30، بس انا بحب الفراخ الصغننه دي بتبقى حلوه، عشان هحشي منها وهعمل منهم وجبه كنتاكي كبيره ان شاء الله بعد كام يوم. وبس كده يا جماعه، هو اللي كنت عايزه اقوله لكم. والسلام عليكم.